مرحبا بالجميع. في هذا الشرح غنحاول نبسط المفهوم ديال جيل 3 بي اس دي. فلا تكنولوجي جيل هي بمثابة دوكر في عالم البي اس دي. فجيل هي واحد لا تكنولوجي ديزولاسيون بازي على لو نويو ديال البي اس دي بصفة عامة، وغادي نتطرقوا الفري بي اس دي بصفة خاصة في هذا الشرح. إذا كتبنا هنا جيل فري بي اس دي غادي يعطينا لا دوكيومونطاسيون اللي غادي نحاول نبسط في هذا الشرح. اول حاجه خصكم تانستاليو اون ماشين فري بي اس دي. هاد لا ماشين غنحاول ندخل ليها ب اس اس اتش، فهي ماشين فري بي اس دي 13 ريليز زد بول ليست. فيها ثلاثة ديال لي ديسك دور اس اس دي رايد ان، وزد روت هو الروت فايل سيستم. غادي نكتبو زي فاس ليست، هذا هو اللاي اوت ديال الفايل سيستم بحال هكا محطوط. يعني اي حاجة فيها زد باكيت فهي ان ديسك دور دو ستوكاج، وزيد روت هو الروت فايل سيستم. حنا غادي نستخدمو هاد الفايل سيستم زيد باكيت باش نانستاليو جيل. فجيل هو واحد لونفيرونمون فري بي اس دي ا لانتيريور دو فري بي اس دي، يعني الروت ديال فري بي اس دي ريبليكي فوسط ان اوتر دوسيي تيعطينا بليزيوغ انفيرونمون في لا ميم ماشين. نديرو ZFS create z bucket jail j اسمي جي tutorial ZFS list. ها هو تعطينا واحد الفايل سيستم اللي غنحاولو نانستاليو فيه جيل. La commande هي bsd install jail، وغادي نعطيوه لو شومان ديال jail. ديجا هاد الباز فايل سيستم كاين في الكاش، يعني فقط غادي يقوم بالاكستراكسيون وغادي ندوزو لا كونفيغوراسيون. نديرو ان مود باس للروت. اوكي، would you like to add user now؟ غنجيو هنا نديرو ls زد بوكيت جيل جي توتوريال. كما تلاحظو فهنا كاين الروت فايل سيستم اللي هو لا ميم اربوريسونس كو الروت، يعني تيكوبي لينا واحد لانستانس من هاد الروت فوسط هاد لو دوسي. المرحله الاخرى غادي تجيو هنا الدوكيومونطاسيون. هنا تنصحكم تقراو هاد لا دوكيومونطاسيون تشرح شنو هو جيل وليزولاسيون، حيت هو شبيه بهاد سي اش روت، يعني تي بي جي واحد البروسيس فوسط واحد لاربوريسونس ديفيرونت و تي ايزولي الريزو. كما تلاحظوا لا كوموند بي اس تي انستال هنا الا بغيت كومبيليوه من السورس، هنا في لوكا ديال ان سي دي روم ولا ان دي في دي بغيت مونطيوه هنا بايز بوان تي اكس زد، يعني لا باز ديال السيستم من ان ارشيف. هنا طرق متعددة، حنا درنا هاد لا ميثود الاولى اللي هي بي اس تي انستال جيل. من بعد غادي نجيو الكونفيغوراسيون اللي كاينه في جيل بوان كونف، كاينه في او تي سي جيل بوان كونف. ديجا عندي هاد لي دو جيل، خصني نديفيني الكارت ريزو اللي غادي تبارطاجا فوسط جيل، حيت هاد لي زادريس اي بي خصهم يكونوا فوسط ف
في وسط سو ريزو ديال هاد الكارت ديال هاد لاكارت. الا درنا اف كونفيغ ها هي لاكارت ريزو او ام زيرو كارت ريزو انتل عندها اون ادريس اي بي ديال 103 وهادو سي دي زالياس يعني كل واحد من هاد لي زادريس اي بي خاص بالجيل والانتيغيور ديال الجيل تتكون فقط ادريس اي بي وحده عباره على الياس في هاد كارت ريزو يعني بحال تيشد الدرايفر ديال هاد الكارت ريزو وتيبارطاجيه ما بين لونفيرونمون ريال والجيل. هنا كاينه كارت ريزو وحده اخرى اللي هي ار او ما خدامش بها هادي اللوب باك هادي في ام بوبليك ديال واحد السيستم اخر سميتو بيهايف وهادو التايب هاد التايب هي بحال واحد بريدج ما بين هاد لي ماشين فيرتوييل حيت عندي كلكو ماشين فيرتوييل بيهايف اللي غنطرق لهم في شي درس اخر. فهاد لي ماشين فيرتوييل تيحتاجو لهاد لي تايب هو عباره على واحد البريدج ما بين الماشين فيرتوييل و لونفيرونمون ريال. فهاد الشرح غادي نتطرق فقط للجيل مره اخرى غادي نجي لهاد الفيشي جيل تنديفيني هاد لي فاريابل تي في اف اس والكارت ريزو وغادي ندير واحد لا كوبي من هنا غادي نسميه جيل توتوريال نسميه جي توتوريال جي توتوريال. لادريس اي بي خصني نتاكد ان هاد لادريس اي بي اللي غنعطيه ما كاينه في السو ريزو اونو ريزيرفي 62 ندير ليه 1253 نعطيه اون ادريس اي بي نقول ليه مثلا 0 253. الشومان قلنا هو ال اس ال هو ال اس زد بوكيت جيل جي توتوريال هذا هو الشومان ونخلي هذوك لي زوتر فاريابل باش يمونتي الديف فايل سيستم وهادو لي سكريبت دينيسياليزاسيون في ستارت او شات داون. اوكي من بعد غادي ندير سيرفيس جيل ستارت جي توتوريال لا كوموند جي ال اس تتعني جاي ليست ليستي ليا لي جاي ها هو الهوست نيم ولا ادريس اي بي نحاول نبينغي عليها هنا ها هي ولات تبينغي نديرو ام 0 كما تلاحظوا زادها على شكل اون ادريس اي بي سكوندير لهاد الانترفاس ريزو لحد الان مزيان جاي ولا تيبينغ تعالى الا قلنا ليه اس اس اش روت هادو بالله مش طار راجيم فوالا حاولنا نتكونيكتو ب اس اس اش وما عطاناش غادي ندير جي اكزيك كوموند كي بيرمي ديكزيكوتي فوسط جيل و باش غيقول ليا باش ما كاينش غندير اس اش اس اش كاين غندير باكاج انستال باش غيدير الميزاجور للريبو ديال لي باكيج و غينستالي باش لي مهم هو هاد لادريس اي بي خصها تكون روتابل في هذاك السو ريزو ما تعطيوهاش شي ادريس اي بي اللي ما كايناش
فوالا دابا ولا عندي باش، يعني نقدر في هذه الحاله نعاود ندير باش ونأكسيدي ديريكتومون للجيل. هنا ما لوغاش لان الروت ما اوتوريزيش باغ ديفو فري بي اس تي. درنا كات فار لوغ اوت غيقول لك بام ايغور فروم 0102، حيت 0102 هو هاد لادريس اي بي، هو هاد اللابتوب. غادي نجيو لهنا او تي سي اس اس اش اس اس اش دي، غادي نجيو للبيرميت روت لوغين ونقولو ليه يس اس اس اش، نرو ديماريو الاس اس اش. فوالا حنا دخلنا الجيل، اجوتي بابليكي نعاود نجينيري هنا شي كلي نقول ليه اس اس اش اوتو رايزد كي. اوكي كما تلاحظوا دخلنا سون مود باس اون يوتيليزون لا كلي. اش نقدروا نديروا في هذا الجيل؟ انستاليو باغ اكزومبل اش توب و ال سوف. كما تلاحظوا سند ميل تيكون مؤكتيفي باغ ديفو و لي سي ساش. ما عندوش زد زي اف اس فوس، ما يمكنش لكم ديروا البينغ من وسط الجيل حيت نو اوتوريزي، خصكم تاكتيفيوه. اشنو نقدروا نديروا في هذا الجيل؟ اش نقدروا نديروا فيه؟ باغ اكزامبل باغ اكزامبل باغ اكزامبل نقدروا انستاليو انجينيكس على سبيل المثال. اكتيفيو هنا انجينيكس يوزر لوكال او تي سي سي بوينت تي انجينيكس ستارت، ها هو انجينيكس حل. بدا تلاحظوا انجينيكس خدام في الجيل. الا عندنا اون ابليكاسيون تقدروا في فري بي اس دي كل انفيرونمون جيل نديرو فيه اون ابليكاسيون ونخليو هاد الهوست نخليه هو ريفرس بروكسي ما بين هاد لي زونفيرونمون جيل، وقدر يدوزها بادريس سوكيت لوكال. في هاد الحاله قدروا ديروا كرييت قدروا تكري واحد اللوب باك نعطيوها اون ادريس 127.1.1 ولا 1.3.1، تكون هاد لادريس هي لادريس ديال الجيل. هنا تديرو هادي هي لادريس ديال الجيل ويدير ريفرس بروكسي غير في اللوكال، هما بين اللوب باك والريفرس بروكسي تكون كونيكسيون لوكال، والابليكاسيون تديروها هنا فوسط انجينيكس في الجيل وغتعطينا اون ايزولاسيون. هذا هو البازيك ديال ان انفيرونمون جيل، تقدروا ديروا فيه اي حاجه في جي سي سي، تقدروا تنستاليو جي سي سي ولا سلانغ، تقدروا تكسبلوريو السورس كود ديال فري بي اس تي. فالجيل هو نفسه فري بي اس تي سوف انه انفيرونمون سيباري بحال ان دوكير ولا زون في سولاريس. نقدروا نقولوا ليه سيرفيس جيل ستوب 5.
زيد باكيت جي جي توتوريال على الطاي ديالو هو 1 جيجا فيرغول 2. نقدروا هاد الجيل نكلونيوه R5 جي توتوريال جي توتوريال نسميوه كلون توتوريال. كلون توتوريال كلون توتوريال كلون توتوريال جيلس نقول لها سيرفيس جيل ستارت كلون توتوريال نو سيرش فايل اور دايركتوري كلون توتوريال جي توتوريال غنداموريه كاين فيه مشكل نو سيتش فايل. المهم هذا خصني نشوف علاش ما خدامش. اوكي شو ما غلط حيت R5 كوبا فوسط من ان دوسي ماشي مشكل. جي توتوريال اوكي جي لس ها هو نقدر نبينغي عليه من هنا نورمال مون خصو يبينغي حتى هو SSH روت كما تلاحظوا ف حتى هو تي اكسيدي حيت كلونينا هاد الدوسيي بكلشي اللي فيه. تقدروا تكومبريسيوه ديروا ليه كومبريسي و تامبورتي و فوسط اون اوتر ماشين فري بي اس تي لا تكوبيو بالريزو باغ هذا R5 ولا سي اس بي. فالجيل هو سهل سهل جدا في لا مانيبيولاسيون ديالو والجيل هو سي اكزاكتومون فري بي اس تي يعني اي حاجه خدامه فري بي اس تي راه خدامه في الجيل سوف لاكسي الماتيريال كما تلاحظوا EM0 تعطينا فقط تيشوف فقط لادريس اي بي ديالو فا اون غرو هادا هما الاساسيات ديال الفري بي اس تي جيل. نتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه في هذا الشرح والى اللقاء.